انتهى أطول موسم في تاريخ الدنيا كلها، مش في مصر بس، مفيش موسم في الدنيا بيقعد سنة كاملة 12 شهر بنلعب كورة، ما بتحصلش. المهم عندنا النهاردة مفاجأة كبيرة لجمهور الأهلي بالنسبة لمسابقة التوقعات. النهاردة إن شاء الله في نهاية الحلقة هنعلن عن أسماء الفايزين. 2 من اللي توقعوا صح هيفوزوا بتشيرت الأهلي الأصلي. دي أول حاجة. تاني حاجة، هنتكلم النهاردة عن ميزة افتقدها الأهلي الفترة الأخيرة بسبب الإجهاد، ظهرت النهاردة نوعا ما، ودي بتدي مؤشر كويس إن موسيماني واعي للعيوب وبيحاول إنه يشتغل عليها. هنتكلم عن بعض التحركات الإيجابية جدا، لكن بسبب غياب الانسجام بعض الحاجات دي يمكن ما ظهرتش. هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا في مباراة الأهلي وأسوان. تابعوني، أنا صاحب الكورة. كالعادة بنبدأ دايما ببناء الهجمة اللي هو أهم مرحلة في اللعبة، اللي بتبدأ بيه تطلع من مناطقك لل 30 متر الأخيرة للمنافس. الأهلي النهاردة في بناء الهجمة، نظرا لأن مفيش لاعب يقدر يعمل الربط، عمرو السولية يعني على سبيل المثال اللي هو لاعب 8 أو لاعب من وسط الملعب، ومفيش لاعب 10 صريح يقدر يعمل الربط مع لاعب 8، فيبدأ الأهلي يتحرك بالانسيابية المعتادة طبعا بسبب التغييرات الكتيرة، وإن في بعض اللعيبة ما عندهاش القدرات اللي موجودة عند عمرو السولية على سبيل المثال وقفشة. فالاهلي كان بيعتمد على ايه؟ لحظة بناء الهجمة. لاحظ معايا الكرة هنا مع رامي ربيعة، هتلاقي تلقائي فريق اسوان كله متكتل ورا 5-2-3، بيرحلوا كلهم في النص اللي فيه كرة او في الجزء اللي فيه الكرة عشان يبدأوا يضايقوا المساحات فيقسوا حامل الكرة. انا في ظل ان مفيش مساحات قدامي انا هبدأ امرر لمين؟ فهضطر ان انا ارجع للكرة من البداية من عند مصطفى شوبير ومن الدفاع، فيبدأ الاهلي يفضل طول الوقت يطلع ويرجع يطلع ويرجع. طيب الاهلي في الحاله دي كان بيعمل ايه؟ لما الكوره بتيجي هنا في اليمين فريق اسوان بيبدا يرحل، محمود وحيد يفتح دايما الملعب ويطير، رامي ربيعه رابط هنا ورا مع بدر بنون وياسر ابراهيم بيعملوا 3 في مناطق الدفاع، وهنا اليو ديانج وكوكا في وسط الملعب زي ما هما. انا بسحب فريق اسوان بان انا ببدا امرر كتير، حتى انت تاخد بالك النهارده في الجيم ان الاهلي بيحضر عرض كتير، بيحضر عرض كتير لسببين، انه ما عندوش لاعب زي ما بقول لكم ربط، تاني حاجة انه بيحاول يجبر فريق اسوان انه يبدأ يطلع ويسيب مساحات في ظهره او يبدأ يرحل في مناطق الكرة عشان يسيب مساحات عكسية. فهنا نلاحظ زي ما بقول لكم محمود وحيد بدأ يشعلق قدام عشان يخلق حل للاهلي للخروج عليه في المساحة العكسية. نكمل ونشوف. بتكمل هنا الحالة، رامي ربيعة بيبدأ ينقل اللعب على محطة لعب، ان هو مش هيقدر يمرر الكرة من عنده للمساحة العكسية محمود وحيد، لانه الوقت ده كله هيبدأ فريق اسوان او على الاقل الراجل اللي ناحية محمود وحيد يبدأ يرجع يتمركز ويقفل عليه. فبدأ يمرر لكوكا كنقل هو ككوبري بقى او كمحطة عشان ينقل اللعب في المساحة العكسية. نكمل ونشوف. كوكا هنا مجرد ما بيستلم ابدأ مرر على طول في المساحة العكسية في ظهر الدفاع عشان محمود وحيد اللي مشعلق قدام يبدأ هو يستلم الكرة في المساحة ينطلق، ومنه الاهلي يقدر يوصل لل 30 متر الاخيرة. نكمل ونشوف. فعلا كوكا عنده ميزة مهمة جدا، وهي انه بيقدر يعمل الكرات الطويلة من ورا لقدام سواء القطرية او السقطة في ظهر الدفاع، بيعملها بشكل كويس، عشان كده بدأ يعتمد عليه أكتر الوقت موسيماني، إن دايما الكرة تتنقل على رامي تبدأ تتنقل على كوكا اللي بدوره هو يقدر يعمل الكرات الساقطة العميقة أو الكرات القطرية لمحمود وحيد اللي فاتح الملعب. استلم محمود وحيد هنا في مساحة، يبقى قدرت توصل لل 30 متر الأخيرة لملعب أسوان، وهنا ما تشغلش بالك وما تفكرش كتير لأن أكيد الأهلي هيتصرف. نقطة كمان، كوكا عنده ميزة موجودة برضو عند محمود وحيد، اللي هي إيه؟ اللي هي الكرات الساقطة أو الكرات القطرية، بيعرف يعملها كويس. وهفكركم بحاجة كنت اتكلمت عنها برضو هنا فانا صاحب الكرة في مباراة سيمبا والاهلي اللي هي كانت في تنزانيا، كان عمرو السولية غايب في الجيم ده، فعمل ايه بيتسو موسيماني جوه الجيم وخصوصا في الشوط الاول لما لقى انه مش عارف يقدر يوصل لمناطق فريق سيمبا، دخل محمود وحيد لعمق الملعب عشان محمود وحيد عنده القدرة انه يعمل الكرات القطرية او الطولية الساقطة في عمق الملعب، فمنه يبدا يستغل المساحات في ظهر الدفاع. هي نفس الفكرة، بس ان المرة دي بيعملها بشوية تاكتكس كده وحركات من اللي قلبك يحبهم. لاحظ معايا هنا صلاح محسن بيتحرك من عمق الملعب في البلايند سايد لكل المدافعين، كل دول باصين على الكوره، المساحه دي فاضيه، صلاح محسن يقدر ينطلق. لما نشوف الحاله اللي بعد كده او الصوره اللي بعد كده هتوضح لنا فكره تكتيكيه مهمه جدا بيحاول بيتسو موسيماني انه يستغلها في ظل تخمه المهاجمين في الجيم النهارده. تعالوا نشوف. لاحظ معايا محمود وحيد بيعمل الكوره الساقطه جوه عمق الملعب، بيلعبها فيها سويرف بتنزل فيه جوه الملعب في ظهر المدافعين.
المدافعين. ولاحظ معايا مروان محسن سحب الراجل ده ومحمد شريف سحب الراجل ده، فالمساحه بين قلبين الدفاع، بما ان فريق اسوان بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، فالمساحه هنا بين قلبين الدفاع وسعت جدا. يقدر صلاح محسن اللي كان واقف هنا بدا يتحرك في ظهر المدافعين. ركز معايا، الراجل ده باصص على الكوره، ده باصص على الكوره، 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 على الكوره. تتكلم في 9 لعيبه من دفاع اسوان كلهم باصين على الكوره، وطبعا العشر اللي مش ظاهر في الكادر اكيد باصص على الكوره. هنا صلاح محسن بمنتهى الذكاء استغل المساحه اللي سابها مروان وشريف وبدا ينطلق في عمق الملعب، بنفس الوقت اللي بدا محمود وحيد يلعب فيه الكوره السقطه جوه عمق الملعب في ظهر الدفاع. بتتلعب فعلا الكوره السقطه في ظهر الدفاع لصلاح محسن اللي كان فيه بطء النهارده في القرار، غريب جدا. بس انا زي ما بقول لكم هندي العذر لبعض لعيبه الاهلي بحكم ان في تغييرات كتيره في الجيم، واللعيبه دي يمكن ما لعبوش مع بعض من فتره طويله، فطبيعي حتى لو لاعب واحد دخلته جديد في المنظومه هيحصل شويه خلخله. الشاطر بقى اللي متابع حلقاتنا صاحب الكره كويس هيفتكر جمله دايما مهمه بنقولها، وهي ارتباط موسيماني ايوه بالعمق. دايما موسيماني بيحب منطقه العمق، هي دي المنطقه المفضله بالنسبه له، واللي دايما بيحاول بمنتهى الذكاء انه يفضيها عشان بتبقى هي العقل بتاعه جوه الملعب او المنطقه اللي بيقدر منها يتحكم في الجيم. تعالوا مع بعض ونشوف النهارده في ظل تكتل دفاع اسوان وفي ظل غياب قفشه لاعب الربط ولاعب 10 اللي بيشتغل هو في المنطقه دي، الاهلي النهارده كان بيحاول يعمل ايه وهل نجح في ده ولا لا؟ تعالوا مع بعض نشوف. وينجات الاهلي، الاهلي النهارده كان بيلعب اقرب ل 4 2 3 1 بس بمهام مختلفه، احيانا شريف بيخش كمهاجم تاني، احيانا طاهر بيتطرف هو وصلاح، احيانا طاهر بياخد حريه اكتر بانه يشتغل في عمق الملعب، وكذلك الحل مروان وشريف وصلاح. كان في مرونه تكتيكيه وكان في لا مركزيه النهارده في الهجوم، فكانت بتتحول من 4 2 3 1 ل 4 2 4 في احيان كتير. بس في نقطه مهمه جدا كانت ثابته في وينجين الاهلي او اللي بيشغلوا دور الوينج في على حسب حاله الكوره، ايه هي؟ ان مثلا هنا سير الكرة في الناحية الشمال للاهلي، هنا طاهر محمد طاهر وينج الاهلي اللي كان بيقوم بدور الوينج في اللعبة دي دخل لعمق الملعب، سحب واحد من الثنائي اللي في وسط الملعب عشان يخرجوا برا عشان المساحة دي تفضى اكتر، فيبدأ الاهلي ينقل في المنطقة دي. او العكس، الناحية هنا صلاح محسن على سبيل المثال هو اللي كان قايم بدور الوينج في اللحظة اللي الكرة اتنقلت فيها ناحية اليمين، يبقى ينزل يسحب مع الراجل اللي على الدايرة هنا في وسط الملعب لتحت شوية، فيفضي مساحة كبيرة بين الخطوط، يقدر طاهر يقدر شريف يقدر احيانا كمان مروان محسن ينزلوا يستلموا فيها ويبداوا يعملوا الترن ويبداوا يشتغلوا على ال 30 متر الاخيره. تعالوا نشوف، اولا ركز هنا في المساحه الكبيره وركز هنا في تحرك طاهر وسحبه للراجل الثاني في وسط الملعب، ده واحد وده الثاني، لان طبعا زي ما بقول لكم الفرقه بترحل في منطقه الكوره، فلاعب نص الملعب هنا بيطلع عشان يضغط واللاعب الثاني بيعمل عمق دفاعي وسابوا المنطقه دي فاضيه تماما. نكمل ونشوف، ركز معايا حصل ايه. هنا صلاح محسن الوينج نزل عشان يستلم الكوره من اليو ديانج في المساحه، بس حصل حاجه مهمه من دفاع اسوان، لسه قايلين ان دفاع اسوان بيلعب بثلاثه قلوب دفاع، يعني في الحاله الدفاعيه بتتحول لخمسه اتنين تلاته، ادي الثلاثي، ادي لاعب وسط الملعب، ادي اللاعب الثاني، وادي تلاته واحد وفي واحد اللي هو عمرو الحلواني. الراجل ده لما لقى صلاح محسن نازل نزل معاه، فحصل ايه؟ لو ديانج مرر الكوره هنا لصلاح محسن، صلاح محسن مش هيلاقي اي حلول غير انه يبدا يرجعها تاني لاليو ديانج ونفضل نلف في نفس الدايره. بس حصل ايه؟ صلاح محسن سحب قلب الدفاع الثالث، ادي قلب دفاع ماسكه مروان وادي قلب دفاع ثاني. ركز معايا هنا في تحرك محمد شريف، محمد شريف بدا ياخد جنب وبدا يتوجه انه ينطلق في المساحه هاي لاين ديفنس، مجرد ما الكره السقطه تتلعب في ظهر الدفاع كل سنه وانت طيب، لو اتلعبت مظبوط لمحمد شريف كل سنه وانت طيب. ركز معايا ثاني وشوف، المره دي بقى اللعيبه مختلفه بس الافكار واحده، مروان محسن هو اللي نزل في عمق الملعب سحب الراجل ده بتاع الدايره لمنطقه الكره، الكره في الحاله دي كانت في الناحيه الشمال للاهلي، مروان نزل سحبه في منطقه الكوره عشان المنطقه العاميه هنا للدفاع تفضى، فيحصل ايه؟ يا اما طاهر يا اما شريف يا اما صلاح محسن يخشوا في المساحه دي عشان يبدا الاهلي ينقل اللعب عليهم. نكمل ونشوف، طاهر محمد طاهر هنا زاويه الباص مقفوله عليه، طب انا هعمل ايه؟ خلاص مش مروان طلع وسحب الراجل، هنضيع مجهود مروان؟ لا، هيحصل ايه؟ صلاح محسن هنا هيطلع هو عشان يسحب الراجل ده لتحت، فالمساحه برده تفضل واسعه، فيحصل ايه؟ بص تحرك مروان محسن الذكي جدا، هو مروان كان هنا دوره انتهى مجرد ما سحب الراجل، بس لما سحب الراجل اللعبه ما اتنفذتش زي ما هو مطلوب، يعني انا سحبت الراجل عشان المساحه دي تفضى عشان تتمرر له عشان يبدا الاهلي ينطلق. طيب هو مروان لما سحب الراجل زاويه الباص على طاهر اتقفلت، فبالتالي الاهلي بقى محتاج انه يبدا يعيد الفكره من الاول عشان المساحه تفضى فاقدر امرر في عمق الملعب. فمروان عمل ايه؟ استغل ان كل اللعيبه بدات تبص على الكوره اتحرك في ظهرهم وبدا يخلق حل تاني لحمل الكرة.
الكوره. يعني انت هنا صلاح محسن لو مرر لطاهر ضرب كل الزحمه دي، بدا طاهر يمرر لشريف لان شريف بدا اهو يتحرك بين قلبين الدفاع عشان ياخد الكوره في المساحه. هنا مروان بدا يخلق حل بحيث ان انت كمان لو ما عرفتش تمرر ليه طاهر مرر لمروان اللي جاي بوشه، فانت بدات تخلق لنفسك حلول كتيره في عمق الملعب. كنت في البدايه اتكلمت معاكم وقلت لكم ان في ميزه الاهلي بدا يعتمد عليها كانت غايبه عنه في الماتشات اللي فاتت، بتدل نوعا ما او بتثبت ان اللياقه البدنيه للاعيبه الاهلي كانت زيرو بسبب تلاحم الماتشات والضغط. طبعا مهما كانت قدراتك البدنيه لازم هتقع طبعا من التلاحم بتاع الماتشات. ايه هي الميزه دي واللي ادت للاهلي نوعا ما شكل هجومي كويس على فريق اسوان؟ الضغط. الضغط من مناطق اسوان، وده يمكن كان سبب كبير جدا ان اسوان ما عملش خطوره باستثناء الجول اللي كان غلطه فرديه من لاعب شتت الكوره خبطت في رجله هوب انفراد جول. يعني هو خطا مش عشان المنظومه وحشه ولا عشان اللعيبه وحشه، لا ده هو خطا فردي بيحصل في احسن العائلات. لكن خلينا نركز على الجانب الايجابي وهي الضغط. ركز هنا طاهر محمد طاهر في اللحظه اللي فيها لاعب اسوان بادئ يبني الكوره بلونج بول ضغط عليه عشان يخوفه. اللعيب لما يلاقي رجل مرفوعه وضغط عليه بيكش رجله، لونج بول لو عايز يلعبها لعيب معين مش هتوصل له غصب عنه، كشه الرجل دي هتقلل المسافه اللي الكره هتوصل لها. نكمل ونشوف. بقول لكم ضغط طاهر محمد طاهر خلت الراجل يكش رجله شويه، فبدل ما الكره توصل في المساحه دي الي ديانج جه افتكها من مسافه اقرب. مجرد ما افتكها سندها على الراجل ده، بدا الاهلي يتحول في لحظه بناء هجمه لفريق اسوان. واللي حافظنا ومتابعنا هيعرف دايما ان بنقول ان اصعب وضعيه على اي فريق وهو بيبني الهجمه، لان اللعيبه بتبقى فاتحه الملعب، كل اللعيبه بتبقى اوت اوف بوزيشن. لو قدرت تفتك الكوره في لحظه هجمة اي منافس هتعمل خطوره لا محاله. نكمل ونشوف تاني بقى. ركز معايا، فريق اسوان بيبني. انت في العادي وانا كنت اتكلمت معاكم في مباراه الجونه ازاي فريق الجونه بيطلع بمنتهى السهوله وبيقدر يهدد الاهلي. النهارده اسوان ما عرفش يعمل كده عشان المنظومه الدفاعيه للاهلي من اخر مهاجم كويس بتعمل ادوارها صح. ركز معايا، شريف قافل زاويه الباص على الحارس وعلى الراجل ده، صلاح محسن مان تو مان، اليو ديانج مان تو مان، مروان محسن مان تو مان، طاهر محمد طاهر مان تو مان. فبالتالي الراجل بتاع اسوان ما عندوش حاجه او ما عندوش افكار او حلول غير انه يلعب الكره الطويله. في نفس الوقت اللي الراجل ده بيلعب فيه الكره الطويله طاهر محمد طاهر برده بيبدا يضغط عشان الراجل يكش رجله، عشان بدل ما انا عايز العب الكره في منطقه معينه الكره ما توصلش للمسافه دي فالاهلي يقدر يفتكها. نكمل ونشوف، كشه الرجل خلت الكره ما تعديش اصلا كل المنطقه دي. هنا اليو ديانج قدر يفتك الكره سندها لمحمود وحيد. نكمل ونشوف، اتمررت الكره لطاهر محمد طاهر هنا عشان يبدا يخش لعمق الملعب ويواجه دفاع اسوان بشكل فردي وبشكل مباشر. بصوا الضغط بيعمل اول حاجه مهمه في الضغط، سيبك بقى من ان هو بيخليك تدي حل هجومي، انت كده كده اصلا ما شاء الله انت مش محتاج النقطه دي، انت كده كده بتهاجم بشكل كويس. لكن عندك مشكله دايما وهي انك بيخش فيك اجوال كتير بسبب، مش بسبب المدافعين اللي انتوا عايزينهم يمشوا لا خالص، هي بسبب المنظومه كلها الدفاعيه اللي بتبدا زي ما بقول لكم من اخر مهاجم. اتصلحت النهارده فبدات تعمل ايه؟ بدات تشوف الكره في رجلك اطول وقت ممكن. طالما الكره في رجلك انت هيجي فيك اجوال مستحيل، انما لما الكره تبقى في رجل المنافس في احتماليه ان المنافس يبدا يهددك ويبدا يسجل فيك. عشان كده الاهلي كان بيتعرض تقريبا كل مباراة لجول واكتر. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد.